ناس كتير عندها الفكرة بتاعت ان انا لما اسافر بره افتح مشروع مطعم مصري فول وفلافل بقى وبتاعه، وده اختراع مش موجود بره وبتاع مش عارف ايه، وانا عايز اكسر الدنيا والاجانب بقى او محل كشري مثلا لانه مفيش محلات كشري بره وبتاع. ناس كتير جدا بتفكر لما تروح امريكا او حاجه زي كده او اوروبا ممكن تفتح مشروع زي ده ويشتغل. مش هيشتغل، هقول لك لسبب بسيط. الناس بره بتاكل اكل صحي، الناس بره بتاكل اكل صحي، انما انت لما تيجي تعمل مثلا ايه مطعم كشري، محدش في الدنيا كلها هيفطر كشري او يتغدى كشري او يتعشى كشري. يعني ده اصلا زي ما تقول ايه اكل الفقراء اللي هم يعني مثلا ما عندهمش لحمه ولا فراخ ولا سلطه ولا الكلام ده كله ولا خس ولا مش عارف ايه، فيلموا بواقي مثلا ايه عدس على مكرونه على رز على مش عارف ايه، ويقوم جاي وعاملين الكشري وبتاع. طبعا ده كله كربوهيدرات، يعني الرز والمكرونه والعدس والحمص والحاجات دي كلها كربوهيدرات بتتحول لسكر، فبيتخن جدا ومضر تماما بالصحه. فالناس بره بتاكل اكل هيلسي او اكل يعني اللي هو الصحي، فمشروع زي كده مش هيمشي، لانه يعني في كميه بشر فاهمين ان هم ممكن يطلعوا بره يعملوا اكل مطعم مصري. مطعم مصري ما فيش في اي حته على فكره، الا اللهم في حتت مثلا زي نيويورك سيتي تبص تلاقي مثلا مطعم فطير ده ماشي، لانه الفطير شبه البيتزا شويه او حاجه زي كده، فتلاقيه ايه يعني شويه ماشي. انما المطعم المصري مش هيشتغل في اي حته، يعني ممكن نيويورك سيتي بس، مش حتى اب ستيت، يعني حتى في نيويورك. وهيشتغل على المصريين على فكره يعني تمام. والاكل بقى المصري عموما، الفول والفلافل برضو، محدش بيصحى الصبح يفطر فول في الدنيا كلها، لا الخلايجه بيعملوا كده ولا الاوروبيين بيعملوا كده. الفول ده يعني بيعمل انتفاخ جامد وبتاع مش عارف ايه، فما فيش حد هيفطر فول على الصبح. يعني الاجانب بره بيفطروا بيض والسوسج خنزير بتاع مش عارف ايه، دايما في بيض وهام، بيض وخنزير، بيض وجبنه كده، وساندوتش صغير، ممكن يفطروا دونات مع قهوه، بياخدوا قهوه كتير، حاجات كده. ده الفطار بتاع الاجانب يعني اللي في امريكا عامه. فحكايه ان انت تفتح محل فول وفلافل، لانه في ناس كتير كلمتني ما حدش هياكل الاكل ده. الفلافل موجوده طبعا ومنتشره جدا، بس اللي ماسك البيزنس ده في اسرائيل في امريكا الاسرائيليين. الاسرائيليين هم اللي ماسكين البيزنس ده بتاع الفلافل ده، وساندوتش الفلافل ب $10 غالي يعني تمام. فممكن محل فلافل وهتشتغل على العرب واليهود بس. فبرضه المشروع ده ينفع في نيويورك سيتي في الشارع مثلا، في نيويورك سيتي يعني عند التايمز سكوير او حاجه زي كده، انما في امريكا كلها ال 50 ولايه لا، المشروع ده مش هيمشي، لان الناس ما عندهاش ثقافه الفلافل. مين هيفطر زيت على الصبح؟ فلافل وزيت وبتاع وبرضه فول مدشوش وحاجات كده، الموضوع صعب. تيجي مثلا بالنسبه اللي هي الاكل بقى بتاعنا العادي بقى، اللي هو مثلا قولت كشري، محشي. برضه المحشي عباره عن رز بالعبيط، ومحدش هياكل الكلام ده لانه الناس بره مالهاش تقل على الرز قوي في اوروبا وامريكا. ممكن ياكلوا مكرونه، ممكن ياكلوا بيتزا، انما حكايه ان انت تحشي حاجات رز، محشي مثلا ورق عنب، كرنب، كوسه بتاع، رز 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 وبتاع، برضه الكلام ده الناس ما تعرفوش وما يعتبرش اكل صحي. يعني حتى الناس بتوع الفيجن والفيجيتيريان والكلام ده كله ما بيش هياكلوا كميه الرز ده، عشان الرز ده بيتحول لسكر وبعد كده بيجيب لهم تخن وسكر وبتاع. فالمطعم المصري ما بيمشيش في حته، عشان تبقى فاهم يعني الناس اللي هي فاكره ان انا ايه استاذه بقى والبشاميلات والكلام ده كله، ده مش بيمشي. الاجانب ما بتاكلش الاكل التقيل ده، لان هم عامه هم بيشتغلوا جامد، ف ده اكل بيتقل وبيوخم وبينيم وحاجات كده، فمش حلو ان انت يعني ما حدش هيتقبل هذا الثقافه. عشان كده انا عمري ما شفت حد فتح مطعم مصري بره ونجح. مطعم مصري اللي هو طبيخ مصري، يعني يعمل ملوخيه ورز وفراخ ورز بالشعريه ومش عارف ايه والكلام ده كله وينجح، والناس ما فيش الكلام ده، ما حدش بياكل الاكل ده بره. اكل بيجيب انتفاخ وبينيم وبتاع مش عارف ايه. ففكره ان انت تفتح محل مصري، زي ما قلت لك احنا في مصر عندنا، علشان احنا يعني معظم الشعب تحت خط الفقر بياكل عشان يملى معدته خلاص، يعني لدرجه ان انا شفت في تحرير ناس بتعمل سندوتشات كشري. الكشري المصري اللي هو رز وعدس ومكرونه وحمص وبصل والكلام ده كله، ويعملوه سندوتش، فناس علشان تسد جوعها، انما الاجانب ما يقدروش ياكلوا كده. هيقول لك ده هيتعبني، ده هيجيب لي قولون، هيجيب لي سكر، هيجيب لي. فالفكره فاشله، حكايه ان انت تفتح مطعم مصري، ممكن تفتح مطعم ايطالي، الاجانب بيحبوا البيتزا والمكرونات. تقدر تفتح مثلا مطعم صيني وسوشي والكلام ده كله، تجيب شيف بتاع سوشي وتفتح، برضو الاجانب بيحبوا الكلام ده. اللي ماشي قوي غير البيتزا والايطالي والصيني، ده اكتر اتنين ماشيين في العالم كله يعني.
الشاورما الناس ما تعرفهاش قوي في امريكا، في حاجه اسمها هيرو او جايرو، ده اللي هو بيبقى زي بتاع جاهز كده شبه الشاورما بس هو مش شاورما ولا حاجه، وبيحبوه بس يعني يعني ما هوش بوبولار قوي او مشهور قوي يعني. تمام، فحكايه ان انت تفتح مطعم مصري دي صعبه، يعني فكر في الايطالي اكتر حاجه بتمشي، والصيني ده لو عايز تفتح مطعم او انت ليك في الطبيخ قوي وشيف وبتاع. ادي كل الموضوع اللي حبيت اكلمكم فيه، لانه بكل بساطه كميه بشر بتقول لي ايه نروح نفتح سندوتش، ده سندوتش الفلافل في نيويورك ب 10 دولار. اه حلو صح، بس كده هتفضل انت في نيويورك بقى وهتشتغل على زبون معين، المفروض الاكل اللي انت تعمله يناسب كل الناس. طبعا اغلى حاجه واغلى مطاعم في الحاجات اللي هي الناس بتقف عليها طوابير بقى وبتلبس شيك وتروح وتقدر تبيع ب 300 و 400 زي ما نصرت وبراك عاملين في تركيا، الستيك اللحمه خشبه كده وعليها حته لحمه مطليه بالذهب ولا مش عارف ايه، وتقدر بقى تطلب فيها 300 و400 دولار بالراحه في كل وجبه. هي طبعا بتقف عليك ب 70 و 80 دولار جمله اللحمه، فممكن تفتح مطعم ستيك او ستيك هاوس اللي هو بيبقى فاين دايننج شيك بقى وبتاع ومزيكا هاديه وناس لابسه جرافطات وبتاع اللي هم الوترسه اللي بيخدموا على الناس وبتاع، والسلام عليكم على كده. متهيألي دي هتبقى اسرع حاجه تقدر تبقى فيها مليونير، والدليل نصرت وبوراك والناس اللي هي فاتحه ستيك هاوس دي. بس فحبيت اقول لك الكلام ده علشان خاطر ناس كتير فاهمه انه المطعم المصري ممكن يمشي، انما مع الاسف هو لا مش هيمشي، لان ما حدش بياكل الاكل ده حتى في الصين والكلام ده. الغريب ان الصينيين هم اكتر ناس بياكلوا الرز والكلام ده كله بس ما بيتخنوش، لانهم بيشتغلوا جامد جدا، انما احنا ما بنشتغلش، احنا بناكل الكلام ده وننام. فاهم ازاي؟ فيعني حته بتاعت اسيا اندونيسيا وماليزيا وسنغافوره وبتاع الرز اساسي في الوجبه، وممكن يبقى العباره الوجبه كلها عباره عن رز وشوربه. تمام، بس هي بول واحده، هي يعني هي سلطانيه واحده رز وشوربه، ودي بيقعد عليها اليوم كله طبعا بيشتغل جامد فبيحرق الكلام ده جدا. فاهم ازاي؟ فده بيديه طاقه وبيدفيه وبتاع، انما بالنسبه للاجانب ما بيفكروش كده، والرز عندهم مش معروف يعني. برضه في تركيا الرز مش معروف قوي، معظم المحلات كلها فاتحه شاورما 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 شاورما، السوري فتح شاورما والتركي فتح شاورما، وطبعا كل واحد له طريقه في الشاورما بتاعته. فانا بفضل الشاورما العربي او السوري طبعا عن التركي، لان التركي بيحط عليها صلصه وما فيهاش مايونيز ولا بطاطس ولا بتاع، تحس الساندوتش دراي عباره عن فراخ ولحمه وحاطط على الفراخ صلصه، فبيبقى ساندوتش ناشف ما بيبقاش زي بيبقى فيه بطاطس بقى وخيار بخلل ومش عارف ايه وبتاع عند السوري، فطبعا السوري احسن. ومش هتقدر تنافس السوري في الشاورما بتاعته، لان دي صنعته يعني ابا عن جد. فنصيحه المطاعم الايطالي ما بتخسرش، البيتزا ما بتخسرش، عمرك ما تخسر قوي ابدا في مطعم بيتزا. لكن حكايه ان المطعم المصري دي حبيت انشر الفيديو ده واقول لكم ان انتوا المطاعم المصري الناس اللي فاهمه ان هي طباخه والناس بتحب الاكل في مصر بتاعها جدا وبيطلبوه منها ومش عارف ايه، الكلام ده مش هيمشي بره، لانه بكل بساطه الناس ما بتاكلش النوع ده من الاكل لانه مش صحي. وعمري ما شفت مطعم مصري يعني عمري ما شفت مطعم مصري في امريكا نجح، الا دايما يفتح وبتاع ومش عارف ايه وفجاه تبص تلاقيه. ايه بقى اللي ناجح؟ ان واحده من بيتها تعمل منيو وتحطه على البتاع، وطبعا دي لو اتمسكت يعني ممكن يحصل لها مشاكل جامده، وتحط على جروب مثلا بتاع المصريين في امريكا، المصريين في الولايه اللي هي فيها، وتعمل بقى البشاميل والكلام ده كله ورق العنب في بيتها وتبعته للناس، بس مش بيجي لها شغل كل يوم ولا تقدر تفتح بيت من الموضوع ده. فاهم ازاي؟ مش هتقدر تفتح بيت من الموضوع ده، انا هجي لك اوردر كل فين وفين يعني. تمام، انك تعمل صينيه بشاميل وتبعتها لحد، ناس كتير قوي في تركيا عامله كده على الجروب بتاع المصريين في تركيا وبتاع، وتقدر تبعت تجيب، انا كمصري اقدر ابعت، بس هل ده يعتبر بيزنس تفتح بيه بيت وتكون مستقبل وبتاع؟ لا، لانك شغال على المصريين السنجلز اللي كل واحد متجوز مراته بتعمله، فما هواش برضو ايه التوب يعني احنا اللي ممكن نقعد نخلص حله محشي ورق عنب وحاجات كده، الشعب الوحيد ما فيش حد بيعمل كده لا في الخليج ولا اوروبا ولا امريكا ولا الصين او اسيا يعني. فحبيت انوه ان انت لما تيجي خارج بره خلي بالك انه المطعم المصري ملهوش سوق قوي، ركز في البيتزا، ركز في المكرونات، ركز في السندوتشات. طبعا الهامبرجر صاروخ وسهل وتافه مطاعم الهامبرجر، وبس على كده، لانه ناس كتير جدا كلمتني على حكايه نطلع بره بقى ونعمل فول وفلافل، محدش هيجيلك. بس شكرا، واعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وهستناكم في الفيديو اللي جاي. وانا اسف ان انا بتاخر في الفيديوهات، بس والله عشان عندي مشاغل. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.